أولى محطاتنا لليوم نرمين بعالم الجمال، الموضوع بهم كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا، ودائما بنحاول خلال رحلاتنا الصباحية نخلي هيك حصة صغيرة لكل الصبايا والسيدات. يمكن مين منا ما بيحاول دائما يحافظ على بشرته، دائما يحافظ على بشرة شابة، يعني كل الصبايا والسيدات اللي عم يتابعونا دائما بتقول لك أنا بحاول قد ما فيني حافظ إنه أكون نظرة بشرتي نظرة شابة، أعمل بعض القصص لو كان هيك تجميلية خفيفة لحافظ على هذا الجمال. صحيح نور، وصار في كتير إجراءات تجميلية وتعددت، ولكن بضل البوتوكس والفيلر هو أشهر. عم نشوف قديش عم يكون في استخدامات عن جد عم تعطي نتائج كتير حلوة وكتير عم تترك أثر إيجابي، وأحيانا عم يكون في هي النتائج العكسية والأخطاء. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وكيف فينا نستخدم البوتوكس والفيلر بطريقة إيجابية لنحافظ على نضارة البشرة. وبسعدنا رحب بطبيبة التجميل نسرين دياب. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك دكتورة. يسعد صباحكم ويسعد صباح كل المشاهدين. يسعد صباحك. يمكن من أهم الطرق التجميلية اليوم بعالم الجمال البوتوكس للحفاظ على بشرة نضرة فينا نقول شابة، لتأخير فينا نقول خيوط الشيخوخة أو خيوط العمر مثل ما بنسميها التجاعيد البسيطة. فخلينا بنفس بداية رحلتنا الصباحية نحكي شوي عن البوتوكس، نعرفه للناس أكثر أهميته وبعض الأخطاء الشائعة. في ناس بتقول لك أنا بخاف، هي مادة عم تدخل على الجسم ممكن تعمل آثار سلبية، بس هي فعليا الرقم واحد اليوم بعالم فينا نقول التجميل. هلا البوتوكس يعني هي اكيد ما اخذت موافقه الاف دي اي الا لانه ماده امنه، فنحن لازم دائما نعرف انه كل شيء بتستخدميه بشكل صح وعلى ايد دكتور مختص فاكيد هو امن. وبالنسبه للبوتوكس يعني هو صار بدنا نقول رقم واحد بازاله التجاعيد، خاصه التجاعيد الجبين، التجاعيد الحركيه، الرقبه، وله طبعا استخدامات طبيه ثانيه كثير. صحيح. مثل إزالة التعرق، يعني هاي كمان حلت مشكلة لكتير ناس كانوا يعانوا منها وما لها حل. فلا هو أكيد هو مادة آمنة، هو أخذ موافقات FDA موافقات الصحة، فما في شيء بنخاف منها. حتى الأعراض الجانبية اللي له أو المشاكل اللي ممكن تحصل نتيجة الخطأ بالحقن هي مؤقتة، يعني هي شهر شهرين وخلص بتروح. يعني حتى لو حدا تعرض يعني ما في شيء بخوف منه ابدا، هو مادة آمنة اكيد. تمام. هلا ذكرت نقطة كثير مهمة انه الاخطاء يلي بتصير من تطبيق البوتوكس بعد شهر شهرين ممكن تروح، ولكن الفيلر عم بيكون بإزالته بطريقة اصعب. هلا خلينا بس نرجع نعرف المشاهدين شو هو يعني البوتوكس، شو هي المواد المستخدمة وشو آلية عملها بالبشرة. هلا البوتوكس هو عبارة عن زيفان بكتيريا بتوقف الايموشن، يعني نحن بتمنع السيالة العصبية انيتها توصل للعضلة، فبالتالي نحن ما فينا نحرك العضلة. هذا الشيء انتي اغلب شلل مؤقت فينا نسميه. ايه فيك تسميه هو شلل مؤقت، بيبقى من 5 شهور 6 شهور. وهو يعني الفكرة منه انه انتي ما تقدري تستخدمي تعابير فبتأخذ بالتالي الخطوط التجاعيد على وشك. طب خلينا نحكي شوي، دائما نسمع عن انواع متعدده للبوتوكس، يعني لما نقول هو فعليا مثل ما قلنا لو ما هو فعليا ماده سليمه ما الى اثار سلبيه وهو رقم واحد بعالم التجميل اساسا ما كان في موافقه عليه صحيا، بس شو بتختلف الانواع؟ يعني لما انا اروح اليوم لمركز تجميل يقول لي هذا النوع مثلا ماركه معينه او هذا صيني او هذا مثلا سويسري، شو الاختلاف بين الانواع؟ هي المدة الزمنية ولا فينا نقول الجودة ولا الحماية الأكبر؟ يعني ما في آثار بتكون أبداً. هلأ شوفي، أول شيء البوتوكس كان البوتوكس والكان الفيلر والكان أي منتج طبي، أنت لما بتاخدي أسماء معروفة فأنت بتكوني بأمان أكثر ما تاخدي شيء أنت مانك عارفة التصنيع وين، خاصة أنه المنتجات الصينية معروف أنه صارت كتير موجودة بشكل كبير وعم تدخل بوسائل غير قانونية. فأنت دائما لما تاخدي مثلا، هلا نحن عنا بسوريا أكثر شيء أأمن شيء من شهور البوتوكس الكوري، يعني بيكون أفضل من أنواع البوتوكس الثانية الصينية. هلا بالنسبة للأوروبي أو السويسري أو أمريكي لا، نحن ما هو متوافر عنا بسوريا هاي الأنواع. طيب حكينا أنه البوتوكس هو جراثيم مخففة بتشل العضلات، الفيلر هو شو؟ الفيلر هو مادة مالئة، الفيلر بقى شيء مختلف تماما عن البوتوكس. الفيلر مادة بتعطي نضارة للبشرة وبتعطي شباب للبشرة وبتحافظ على خيوط الكولاجين، ف
فالفيلر نحن فينا نقول فيه انه انت من خلاله فيك تمنعي التجاعيد وتحافظي على شباب بشرتك اكثر من هي كمان جراثيم؟ لا لا، الفيلر هي مواد، هي ماده هيالورونيك اسيد، هي حمض الهيالورونيك، وهي ماده اساسا موجوده بجسمنا، مشان هيك هو الجسم بيمتصها وامتصاصها 100%. في انزيمات طبعا بجسمنا بتمتصها. اي لا، هي بالعكس، هي مواد موجوده عندنا بالبشره تبعنا وكثير بتحافظ على شباب البشره. وخلينا نحكي عن استخدامات الفيلر بشكل عام، الى استخدامات تجميليه والى استخدامات اخرى، شو هي؟ هلا الفيلر نحن بدك تقولي هي ماده مالقه، يعني نحن مثلا التجاعيد يلي بتكون حافره بالوش نحن فينا نمليها بماده الفيلر. شيء ثاني، الندبات كثير بتتحسن بالفيلر. صحيح. يعني هو اكثر شيء استخداماته للتجاعيد وللندبات، واجمل استخداماته لملء الشفاه، الخطوط تبع الشفاه. الشفاه طبعا بعد فتره من الوقت بيصير فيها ترهل بالجلد، بيصير ترهل والعضله تبعها بتصغر، او نحن بنقول انه بتزم العضله فيها، فالفيلر بيرجع بيعطيها نضاره وبيعطيها جمال وبيعطيها حيويه. طب العمر بيلعب دور؟ يعني لما اقول مثلا انه بهيدا العمر فوق 18 انا لازم بلش بوتوكس، الفيلر لا لازم بعمر اكبر ولا لا؟ لا لا، العمر ما خصه ابدا. يعني في صبايا بالعشرين بحبوا يعملوا، في صبايا بالاربعين بحبوا يعملوا. يعني بالنسبه للبوتوكس حسب كل وحده شو عندها تعابير، شو عندها استخدام عضلات. في ناس ما بيستخدموا عضلات وشهم كثير، وفي صبايا بتلاقي عمرها 20 سنه وعندها خطوط عبوسه او هيك. وبالنسبه للفيلر كمان نفس الشيء. طيب دكتوره، خلينا نحكي عن اماكن حقن البوتوكس والفيلر بالوجه. يعني لما نحكي مثلا ابرز اماكن بيتم فيها الحقن هو الجبين، بين الحواجب، تحت العيون، على اطراف العين، التم، خطوط التم. يعني هي انا ذكرتهم، وغير التكساس اللي عم نحكي. خلينا نعرف وين البوتوكس بنحقن وين الفيلر. هلا نحن بشكل عام بدنا ناخذ قاعده اساسيه انه البوتوكس للمنطقه العلويه والفيلر للاسفل. طبعا انا بالنسبه لي بفضل انه البوتوكس بس ينحقن بالجبين. يعني هلا هو له وسائل حقن فقط جبين حوالين العين؟ مو طبعا، أو تحت هو الجبين مو تحت العين، هو الجبين وحوالي العين، الضحكه، اي التجاعيد الجانبيه. اي لا هون، طب اي طبعا هي هي ما بتكون موجوده عند كل الصبايا اللي عندها. يعني هلا الوحده هي راح بدها تحاول تعمل تعابير بوشها ويشوف الدكتور شو الاماكن يلي هي عم تستخدمها كعضلات وبيحقنها لحتى يوقف هي الحركه اللي موجوده. اي بينما الفيلر فينا نقول خطوط ضاحكه، شفايف، تكساس، دقن، يعني بشمل كل هاي المناطق الفيلر. طيب مثل ما قلتي يمكن دكتوره بدايه حديثك البوتوكس كنا عم نحكي يعني اكثر الصبايا والسيدات بيستخدموه مثل ما قلنا لنحافظ على نضاره وشباب البشره قد ما فينا، بس كمان في له استخدامات اخرى مثل ما قلنا مشان حاله التعرق الزايده يعني عند كثير من الناس. شفنا اجراءات اخرى للبوتوكس، خلينا نحكي عنها والاماكن. احنا شفنا يمكن بعض الاماكن في ناس بتعرق ايديها، فيمكن البوتوكس هون نوعا ما كثير يفضل، مختلف عن الاماكن الاخرى. هلا بوتوكس التعرق يعني مهم انه الواحد ما يستخدمه بكميات كبيره، هذا اهم شيء فيه، لانه البوتوكس بكميات كبيره هو طبعا اكيد هو زيفان بكتيريا سامه، فنحن بنخاف ما يصير تسرب له. لذلك يعني انا بفضل مره بالسنه واحد يحقن تعرق، وكمان بيستخدم للكفوف الايدين. هلا سانتي يعني هي الابره او المر، هو طبعا حله يعني الدكتور هذا الشيء هو بيعمله انه بينحل بتراكيز اقل من الجبين. بس انه ما يصير البوتوكس بشكل متكرر. يعني هلا في صبايا صاير عندهم هوس، يعني بس وحده صار عندها اي حركه تجاعيد خلال ثلاثة أشهر ونص بدها تعمل بوتوكس. يعني ما يصير عليه مداومة بشكل مستمر. قديش الفترة؟ يعني هو لازم 6 أشهر 7 أشهر بعدين بفك، ما بيرجع مثل الحالة اللي قبل؟ لا طبعا، مو نفس بيصير أفضل لأنه أنت بهي الفترة البوتوكس بيخفف التجاعيد. يعني أنت ما عاد استخدمتي هاي العضلة أو ما عاد عملتي هاي الحركة، الخطوط نفسها بتروح. يعني هو اللي بيعمل بوتوكس أكثر من مرة بيصير بيعمل كل سنة مرة بوتوكس. طيب فينا نقول حالات التعرق كمان يفضل مرة ولا مرتين بالسنة؟ في ناس هلا أنا حالات التعرق في ناس بيعملوها مرتين بالسنة، بس أنا بفضلها مرة بالصيف بالسنة. مرة اي بفضلها مرة بالصيف بالسنة، عشان واحد ما يستهلك هاي المادة بكمية كبيرة.
طيب خلينا نحكي دكتورة عن ردة يعني فعل الجسم على مادة البوتوكس قبل الفيلر. في أشخاص بنلاقيهم فورا بفك عندهم يعني بزمن قياسي جدا، بيرجعوا بيحقنوا حتى التجاعيد عم تزيد ما عم تقل. شو بتنصحيهم لهيك حالات؟ يستمروا بالحقن ولا لا يوقفوا فترة أو يغيروا مثلا النوع إنه ما لائم بشرتهم؟ هلا نحن في عنا بالنسبة للبوتوكس كتير نادر ما تجي صبية ما تستجيب لها، يعني نادر جدا هذا الموضوع. على الأغلب اللي ما عم يستجيبوا عم بيكون بسبب إنه البوتوكس عم يتخزن تخزين سيء، فالمادة نفسها عم بتكون ما نفعالة اي. بس بالنسبه للصبايا يعني نادرا ما تجي وحده تقول لك انا ما عم بستفيد من البوتوكس، نادرا جدا. طب في بعض الادويه ممكن تاثر على البوتوكس؟ يعني هو كونه بكتيريا بنسمع مثلا ادويه الالتهاب بيقول لك اذا انت عامله بوتوكس ما بتصير تاخذي دواء لانه هو اساسا مضاد اكسده، نحن عم نحكي فاساسا بيعمل رده فعل، بتلاقي البوتوكس نوعا ما بيخف او بيروح بشكل كبير. اي هو لانه بكتيريا والمضادات الالتهاب هي انتي بكتيريا، فنحن هذا السبب انه نحن بنقول لهم ما تاخذوا مضاد التهاب بالفتره بس. بعض السيدات بنلاقي بعد تطبيق البوتوكس ممكن يتعرضوا لانتفاخات معينه، لكدمات معينه، حتى شكل الوجه ممكن يختلف تماما. خلينا نعرف يعني، وهي الحاله مثلا ممكن تكون تكررت معهم كذا مره مع كل عمليه تعرض للبوتوكس، شو بتكون السبب برأيك؟ هن خلفوا أحد المحاذير ولا طبيعة جسمهم ما عم تتقبل البوتوكس؟ هلا أنا قلت لك موضوع إنه أجسامهم ما تقبل البوتوكس إنه ما يصير عندهم أي استجابة لإله؟ تكون حساسية يعني. حساسية صارت كدمان. لا أنا هون سألتك أول سؤال عن عدم الاستجابة، السؤال الثاني كان إنه عن الحساسية اللي ممكن. طبعاً التحسس بالبوتوكس للصبية بس أول مرة صار عندها تحسس لازم توقفه مدى الحياة. او في شيء عنا شيء ثاني اسمه بوتوكس عضوي ممكن تاخده، بس نهائيا لازم توقفه لانه حاله التحسس. طب اذا غيرت الدكتور ولقيت فرق بيكون في مشكله من المواد اللي عند الدكتور؟ لا لا لا، هلا رد لانه الماده نفسها عم تستخدم للكل، فاللي عندها تحسس من هي الماده انا برايي ابدا ما ترجع تعيدها. شو المحاذير؟ التحسس ممكن يكون يعني ممكن تكون ردة فعل الجسم كتير، ممكن تقعد 4-5 أيام بالمشفى وما تتعالج إلا بالكورتيزون. فلا أنا بفضل إنه اللي صار معه تحسس أول مرة توقف البوتوكس. طيب كتير بنسمع دكتورة اليوم بكريمات فيها مثلا بيقولوا لك خلايا البشرة الشابة الكولاجين، بنسمع عنها كتير، بيقول لك بديل الفيلر بديل البوتوكس فيها نوعا ما فيتامينات معينه مثل الاوميجا 3. هي الكريمات قديش لها فعاليه فعليا على البشره؟ بس بنفس الوقت ما فينا نلغي يمكن اهميه البوتوكس والفيلر اليوم. لا شوفي، الكريمات دائما علاجها على المدى، يعني دائما الوحده لازم كل يوم تحط كريم، كل يوم تعتني ببشرتها لانه على المدى الطويل. فيها كولاجين يعني فيها كولاجين او فيها بوتوكس او فيها ماده الهيالورونيك اسيد اللي هي الفيلر، هي على المدى. بس بالنسبة للحقن، الحقن هو شيء موضعي وسريع، يعني انت فورا بتحصلي نتيجة، اكيد مو مثل الكريمات. الكريمات على مدى بعيد طبعا بيعطوا نتيجة. طيب خلينا هيك نقدم نصائح اليوم للسيدات قبل تطبيق البوتوكس، شو لازم يسووا، كيف يحضروا بشرتهم وبعد تطبيق البوتوكس. هلا ما في نحن عنا انه شيء يعملوه قبل البوتوكس، ما يمتنعوا عن اي شيء مثلا قبل بساعات معينة من تطبيق البوتوكس؟ لا لا ما في شيء، بس بعد البوتوكس انه في تعليمات انه الوحده ما تتعرض لحراره تبقى 24 ساعه مثلا، في تعليمات انه هي ما تضغط عليه طبعا نحن لمنع انتشار الماده بس مو اكثر من هيك. اي بس ما في اشياء يعني تعليمات. طب ممكن بعض الاشخاص يكونوا مصابين ببعض الامراض ممكن يمنعوا عن البوتوكس ولا لا لكل الاشخاص، ولا في امراض معينه ممكن تاثر ولا ما لها علاقه؟ لا شوفي، اكثر شيء نحن الحامل والمرضعه هدول اكثر شيء نحن بنقول لهم انه لا اجلوا البوتوكس هلا ما في بوتوكس، بينما الفيلر لا، الفيلر فيك تستخدميه باي وقت. في له اثار البوتوكس على الحامل؟ هلا طبعا هلا بسمع حالات يعني شائعه لك هي عملت بوتوكس هي حامل ما صار شيء مع الشخص، صبية تانية عملت بوتوكس حمل صار معها يمكن ردة فعل. يفضل انه ما تعمل طبعا، يعني مو يفضل، لازم ما تعمل ابدا بوتوكس والحامل، لانه انت بتخافي من رد فعل التحسس. صحيح، يعني هذا الشيء خطير. مناعتها مختلفة طبعا، ما بصير ابدا. مثل ما ذكرنا ببداية الحديث الفيلر ممكن تكون
الاخطاء في كارثيه على البشره ومدمره اكثر. خلينا نحكي عن احدث التقنيات اليوم يلي موجوده لازاله هي الاخطاء يلي بتصير بالفيلر، واذا كانت بتنشال، لانه بنشوف كثير، شفنا كثير حالات للاسف صارت مثل حالات يعني تغير الشكل الوجه كليا على مدى كثير طويل. لا شوفي، الفيلر هو اساس ماده امنه جدا، والفيلر له انزيم يلي هو هيلورونيز بيحله بشكل كامل، وهي ماده ممتصه 100%. بس انا قلت لك هي مشكله الفيلر بالمواد، انت بدك تتاكدي الماده شو هي. يعني انا بفضل كل مريضه بدها تدخل على دكتور تطلب الماده تعرف شو هي، تفتح على النت تقرا عنها، تحاول تتاكد انه هي ماده بس صح. يمكن الماده قديش مهم اليوم نسمع بالمراكز تجميليه طبعا. تجاريه يعني اليوم كثير بنقول، بس لما تلاقي لانه صار مع ارتفاع الاسعار وتفاوت الاسعار صار في مبالغ كبيره. فقبل كان البوتوكس بالنسبه لكل الناس والفيلر ارخص، فالناس يمكن بتدور على التوفير شوي او عم تحاول يمكن تحافظ على جمالها وشباب بشرتها ببعض الامكانيات الماديه الموجوده. بس قديش مهم لما اليوم احنا بدنا نتوجه الى مركز تجميل نعرف هذا المركز التجميل خلفيته، الدكاتره، المواد الموجوده، لانه يمكن بيقول لك هذا الفيلر مش دائم بيكون حاطط لك دائم، لانه بنعرف انه هو ارخص. من هون المشاكل اللي بتوقع، يعني الفيلر اليوم حل مشاكل كثير، اخطاء شائعه من الفيلر الدائم اللي كنا نشوفها سابقا. فخلينا نوجه يمكن رساله لكل الصبايا وخصوصا الصغار، لانه الصغار اللي بالعمر الاول عفوا بالعشرينات هن اللي بيلعب بعقلهم شوي، رفيقته ممكن تكون في مركز او رفيقتي دكتوره او بنعمل عروض تماما، يعني هي مع كل نص مع سنتي نص سنتي مجانا، هي القصص والعروض اللي بتسمعيها. فكثير مهم يعني خلينا نعطيهم بعض النصائح لهدول القصص قديش مهمه اليوم. هلا شوفي، اول شيء بهذا الموضوع انت لما بتروحي لعند دكتور معروف، الدكتور اكيد بده يشتغل فيلر نوع جيد، لانه ما راح يجي يضرب سمعته. فأنت دايماً أكبر غلط أنه أنت تروحي لعند أي حدا مشان تحقني فيلر، أكبر غلط أنه أنت تلحقي الأرخص، لأنه أساساً الفيلر هي مادة مرخيصة، يعني هي بالأساس أنت بدك تقولي هي سعرها، نحن بدنا نحكي أقل شيء $50 وما فوق. أنت ما فيك تنزلي عن هاي الأسعار وتقولي هذا فيلر نوع جيد، أنت أقل من هيك صرتي فيلر صيني أكيد. يعني هلا اهم شيء انا قلت انه الفيلر، انه انت تعرفي الماده اللي انت عم تحقنيها، تشوفي الكرتونه اللي انت راح تحقنيها، لانه الفيلر الصيني او الفيلر المضروب بدي اقول هو اغلبيته عم بتجي سماكته عاليه. الفيلر الاوروبي سماكته بتكون كثير، بيكون طري، بيكون ملمسه نفس ملمس البشره. والسويسري طبعا بيكون هو اللي هو افضل شيء يعتبر الفيلر السويسري. هلا الفيلر السويسري كثير اسعاره مرتفعه، يعني ما فيها اي صبيه تجي تحقن انواعه. لا هلا البوتوكس اغلبيته الكوري اللي موجود بالبلد، يعني عم بتكون اسعاره متقاربه نوعا ما. بينما الفيلر لا، الفيلر اسعاره متفاوته، ممكن انت سنتي السويسري يوصل لمليون ليره يعني. هلا اللي متناول اكثر هو الاوروبي انواعه ممتازه، ما بيعمل اي تكتلات نهائيا بالبشره، وامتصاصه 100%. اهم شيء انه هو الفكره بالفيلر انه انت لما بيكون نوعه ممتاز بيكون امتصاصه 100%، وهذا الشيء كثير مهم. الفيلر الكوري طبعا هلا كثير متوافر، في انواع معينه كثير عطت نتيجه حلوه، الواحد لازم يبحث عنها، وفي انواع ثانيه كمان كانت كثير رديئه. يعني بالختام القاعدة الذهبية بتكون بموضوع البوتوكس والفيلر عدم المبالغة باستخدامهم، لنقدر نحن نحافظ على هذا المظهر الطبيعي قدر الامكان. نشكرك كثير لوجودك معنا طبيبة التجميل. شكرا لك، اهلا وسهلا. نشكرك دكتورة نسرين دياب على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا حبيبي.